ضمن حملة التصعيد اليومية كثفت قوات النظام فجر اليوم من قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع متفرقة في ريف ادلب الجنوبي وسهل الغاب حيث شمل القصف كل من محاور سهل الغاب المتقدمة كمحور العنقاوي وايضا عدد من المواقع في جبل الزاوية منها الفطيرة وبنين وايضا مواقع متفرقة طالها القصف من قبل قوات النظام المتمركزة في ريف ادلب الجنوبي. طبعا القصف طال ايضا معارض النعسان عن طريق الرشاشات من عيار 23 في ريف ادلب الشرقي تزامنا مع قصف اخر طال عدد من المواقع في ريف حلب الغربي كفر نوران وتقاد وهذه المواقع التي تعرضت للقصف من قبل مدفعيه النظام المتمركزه في الفوش 46. طبعا فصائل المعارضه ترد على مجمل هذه الخروقات ضمن حمله اطلقتها قبل يومين للرد على خروقات النظام ونصره لدرعا، طبعا هذا هذه الردود مستمره وكان وكان ابرز هذه الردود صباح هذا اليوم القصف المدفعي الذي كثفته فصائل المعارضه باتجاه معسكرات النظام في ريف ادلب الجنوبي وتحديدا معسكر الدانه بالقرب من معره النعمان. هذه الاستهدافات قالت فصائل المعارضة بأنها تلحق أضرار جثيمة في صفوف قوات النظام سواء في آلياته أو حتى في عناصر قوات النظام مواقع أخرى ردت عليها فصائل المعارضة خلال ساعات المساء معسكر جورين في سهل الغاب وناعور جورين وأيضا مواقع متقدمة بالقرب من محور كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي طبعا كل هذا التصعيد من قبل يعني قوات النظام يعني يتزامن مع تحليق دائم لطائرات الاستطلاع وأيضا غارات جوية روسية بين الحين والآخر تستهدف مناطق متفرقة في جبل الزاوية وجبال اللاذقية ونير حاجة تلفزيون سوريا ريفو إدلب